بتاريخ 27 من فبراير شباط من عام 1942، القوات اليابانية تغرق حاملة الطائرات الأمريكية لانجيني. قامت المقاتلات اليابانية بإغراق حاملة الطائرات البحرية الأمريكية، ما أدى إلى فقدان 32 طائرة كانت على متنها. بدأت لانجيني في العمل عام 1912 كناقلة بحرية للفحم، وكان يطلق عليها اسم جوبيتر. بعد الحرب العالمية الثانية تحولت جوبيتر إلى أول ناقلة طائرات بحرية، وأطلق عليها اسم لانجيني على اسم القائد الجوي سامويل لانجيني. في 8 ديسمبر كانون الأول من عام 1941، كانت لانجيني جزءا من الأسطول الآسيوي في الفلبين، عندما قامت اليابان بشن هجوم عليها. وفي 22 فبراير شباط توجهت حاملات الطائرات لانجيني محملة ب32 مقاتلة حربية كجزء من القوة العسكرية لإمداد الحلفاء في معركتهم ضد اليابانيين في جزر الهند الهولندية الشرقية. وفي 27 فبراير شباط تقابلت لانجيني مع مدمرتين أمريكيتين لحمايتها، حيث كان هناك هجوم ياباني ب9 قاذفات مزدوجة المحرك. رغم طلب لانجيني بالحماية والتغطية، إلا أنه لم تتمكن أي طائرة من التحرك، وتم قذفها 3 مرات، ما أدى إلى اشتعال الطائرات التي كانت على متنها. وبدأت حاملات الطائرات في الميلان، لم يستطع القائد ماكونيل أن يتحكم في السفينة، وأصدر ماكونيل أوامره بمغادرة السفينة التي كانت على وشك الغرق. وقامت المدمرات الأمريكية بعد ذلك بإغراق لانجيني قبل أن يسيطر عليها اليابانيون.